بهذه المراسم الجنائزية شيعت كنيسة السيدة الإفريقية بالعاصمة الجزائرية جثمان القس الفرنسي رئيس أساقفة الأساقف السابق هنري تيسييه، وهو أشهر الشخصيات في الجزائر. رفض مغادرتها حتى في ذروة العشرية السوداء، وتقديرا له تم لف جثمانه بالعلم الجزائري. توفي تيسييه عن عمر نهز 91 عاما، عرف بمواقفه الداعمة لحوار الديانات والتعدد الثقافي. كان من الداعمين لاستقلال البلاد، فحمل جنسيتها منذ عام 1966. رئيس أساقفة الجزائر بول ديفارج ووزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف بالمهدي أجمعا على أن تيسييه كان من الرموز الوطنية التي دعت للعيش المشترك وتقبل الآخر. الذي هو نفسه أعطى حياته لكنيسته ولفن كنيسته إلى شعبه، شعب الجزائر الذي أصبح شعبه، ولكنه أيضا رمز من رموز الوطنية الجزائرية التي قدمت السماحة وقدمت العيش المشترك وقدمت المحبة مع الجيران. فقد أحب الجزائر وأحبه الجزائريون لأنه واحد منهم. كثيرون أشادوا بمواقف الأسقف الراحل، ومنهم زهرة التي كانت تعمل في منزله، قالت إنه عاملها كابنته. كان ولا أروع إنسان كما هو، مام إلي كريتيان، بصح كانت أحنية تاعو، يهضر على الدين، يهضر على الصلاة، يقول لي زهرة هكا، زهرة هكا، تي، ما كانش كما هو. أنا كنت بنته، جيت صافي، كان واقف معايا في الشدة وفي الضراء. بالرغم من الإشادة بمواقف الأسقف هنري تيسييه الوطنية والدينية، إلا أن البعض اختلف في الترحم عليه. يقول يحيى: كان رجلا سمحا ومحبا للجزائريين الله يرحمه. تنهنان تقول: علاش تترحم عليه وهو لا يؤمن لا بالإسلام؟ اتقي الله يا أخي. هناك تغريدة من زكريا يقول فيها: اللي حب ما يترحمش عليه الله يسهل عليه، هذا الشيء شغله، ما تحكمش عليه باللي يدخل لجهنم، ما تحطش روحك في بلاست ربي، ولينا حاسبين الجنة ملكية خاصة حتى نتحكموا في مفاتيحها. أما أروروا تقول: أروروا، الإسلام دين الرحمة والتسامح، وكان جار النبي يهوديا ثم أسلم مما رأى من حسن أخلاقه واحترامه له، تعرفوا على دينكم شوية. عبد الله، وهي آخر تغريدة في هذه القصة، يقول فيها: التعزية تجوز لكل خلق الله ما دام الميت لم يكن طاغية أو جبارا. كثير من الجزائريين أيضا أشاروا إلى آخر منشور كتبه الأسقف الراحل، فقد أكد هنري تيسييه في مقال له أن فترة الإغلاق العام سمحت له بالانتهاء من تأليف كتاب عن الأمير عبد القادر الجزائري، وقال إنه اختار الشخصية التي خدمت العلاقة بين الشرق والغرب. شكرا لمشاهدتك تريندينج، سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.